على المستوى الوطني يعكس ربما ما مدى اليقظة التي تتحلى بها مصالح الأمن، خاصة والتحديات الأمنية التي تفرضها المعادلة في المنطقة. نعم أخي الكريم، بطبيعة الحال ابتداء أو انطلاقا من وصف أو وضع هذه المنظمة في خانة المنظمة الإرهابية في الجزائر، بطبيعة الحال أعطيت أحد المهام الأساسية لقوى الأمن لمتابعة بطريقة حثيثة جدا لكل تحركات وكل أعمال وأنشطة هذه المجموعة أو هذه المنظمة في الجزائر. فبالتالي عن طريق الوسائل التقنية بطبيعة الحال ووسائل أخرى متابعة هؤلاء هذه المجموعة التي تم اكتشافها وشل حركتها، وبطبيعة الحال نظرا للتصريحات التي أدلوا بها يدل على انتمائهم أو ارتباطهم بهذه الحركة المجرمة التي لطخت وللأسف سمعة منطقة القبائل. صحيح. نعم، ولطخت دماء شهداء هذه المنطقة الذين حاربوا فرنسا منذ دخولها إلى الجزائر حتى استقلال الجزائر، لطخوا دماءهم بتسمية أو محاولة هذه المزاعيم المغلوطة التي تدفع بالشباب الجزائري إلى هويات غير محسوبة. نعم سيدي الفاضل. جميل. ربما أيضا أهم النقاط التي كشفت هذه التحقيقات تورط جهات خارجية على غرار الكيان الصهيوني ودولة في الشمال المغرب العربي، هذا يعكس أيضا أن اليوم الجزائر دولة مستهدفة من أجل هز استقرارها وأمنها الوطني. نعم أخي الكريم، بطبيعة الحال هذه الدول المعادية التي تكن عداء كبيرا للجزائر بطبيعة الحال تستعمل كل الوسائل، وخاصة من هذه الوسائل ضعفاء النفوس، ومن هذه من هذه الوسائل نجد هذه الحركة التي تستعمل من طرف النظام المخزن المغربي لكي نكون صريحين، والمخزن المغربي بطبيعة الحال تابع وتابع بطريقة مباشرة إلى فرنسا التي تستعمله ضد الجزائر. فكل التصريحات التي لاحظناها والتي استمعنا إليها من طرف التلفاز واستنطاق هؤلاء الجراثيم إن صح التعبير تدل على أن ارتباطهم بالنظام المغربي الذي يرتبط كما قلت أساسا بالنظام الفرنسي ومحاولتهم لضرب استقرار الجزائر وضرب وتلطيخ سمعة هذه المنطقة العزيزة. نعم. ربما أيضا أستاذ الأمر الخطير كما سبق وذكرت أنه اليوم هذه التنظيمات الإرهابية تسعى إلى استقطاب فئة الشباب باعتبارها أنها الفئة الأكثر تأثيرا وتأثرا بمثل هذه الخطابات التي تسعى ربما بعض المنظمات الإرهابية التي صنفتها القوى الأمنية والسلطات على أنها إرهابية إلى لعب حول وتر الانفصال والمشاكل الداخلية وزعزعة الاستقرار. اليوم ما الواجب فعله على المستوى المحلي من أجل تفادي مثل هذه الدعوات والخطابات المحرضة للشباب؟ نعم أخي الكريم، أعتقد أن منطقة القبائل العزيزة والعزيزة جدا والمجاهدة أساسا سوف تتخذ كل الإجراءات، خاصة كبار القبائل في هذه المنطقة وشيوخ هذه المنطقة سوف يتخذون كل الإجراءات للجم واحتواء هذه الحركة، وخاصة الشباب، حتى لأن الشباب الجزائري الآن أصبح واعي وواعي جدا ولا يمكن خداعه أشياء تافهة وبأحلام خادعة لخيانة الجزائر وخيانة شهداء هذه المنطقة. نعم. نعم. وربما أيضا في تفاصيل هذا التحقيق كشفت أنه هذه الشبكات الإرهابية اعتمدت بشكل كبير على الجانب السيبراني، على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإلكترونية للتواصل. هذا أيضا اليوم خطر يهدد ربما أيضا البلاد. في رأيكم ما يمكن فعله اليوم من أجل الوضع حد لمثل هذه الهجمات السيبرانية أو الخطر على المستوى الإلكتروني من أجل حد نشاط هذه المجموعات الإرهابية؟ والله سؤال جيد جدا أخي الكريم، خاصة وأن الوسائل هذه الوسائل الإلكترونية أصبحت عابرة للحدود، عابرة للأوطان، ضاربة للمجتمعات.
فبطبيعة الحال لا تستطيع أي يعني قوة كانت أو أي دولة كانت بوسائلها أن تستطيع أن تتحكم في هذه الوسائل. لكن أعتقد أن الوعي توعية الشباب وكذلك انتباههم لكل ما يدس عبر هذه الوسائل يجب أن يكون منتبهين، يجب أن يكون يعني مراقب. نعم مراقبين، وخاصة حتى من طرف الدولة، لأن يعني الدولة لها الحق أن تضع حد أو أن توقف كل محاولات ضرب المجتمع الجزائري، خاصة الشريحة الشبابية التي يغويها يعني أكاذيب فارغة، أكاذيب يعني خادعة لسحبهم وجرهم إلى متابعة أو لاتباع اتجاهات معينة خطيرة تذهب بهم إلى يعني إلى ضرب الجزائر وضرب الوطن. نعم، ربما أيضا في الصعيد ربما الخارجي، اليوم الجزائر أيضا مطالبة بالعمل والتنسيق مع الدول يعني على المستوى الدولي من أجل محاصرة هؤلاء رؤوس الفتنة الذين ينشطون من الخارج ويحرضون أبناء الوطن من الخارج من أجل تسليمهم للعدالة ووضعهم تحت المساءلة القانونية لهذه الممارسات التي تمس بالوحدة الوطنية. نعم أخي الكريم، أعتقد أن العدالة الجزائرية هي الآن تعمل بكل جهدها لاسترجاع هؤلاء الخونة، إلا أننا نجد أن هؤلاء الخونة وجدوا في دول بعينها، خاصة النظام المخزن المغربي وفرنسا بالتحديد، مقرا لها، وكذلك دول أخرى تتحجج بحرية التعبير وبحقوق الإنسان إلى غير ذلك لاستضافة هؤلاء وإعطائهم الحرية الكاملة لاستخدام هذه الوسائل الموجهة إلى الشباب الجزائري. فأعتقد أن الجزائر حاليا تعمل بكل ما تسعى ما من قوة من أجل فرض من ناحية الدبلوماسية ومن ناحية القانونية على هذه الدول أن تنسيق، ربما رفع مستوى التنسيق، مستوى التنسيق مع التنسيق مع هذه الدول، وكذلك رفع الحماية وحماية اللجوء في هذه الدول التي من تاريخيا لها عداوة مع الجزائر، خاصة فرنسا وبريطانيا ويعني دول أخرى التي لها يعني ما يسمى بحق اللجوء لهؤلاء، وهم يعني في الحقيقة بيادق ووسائل تستعملها هذه القوى لضرب المجتمعات ولتكسير المجتمعات. وأخي الكريم، هنالك كتاب مهم جدا، يعني لا أتذكر الكاتب، لكنه كتب عن قدرة الكيان الصهيوني لتفكيك الدول العربية، وهم يعني أنصح الشباب الجزائري خاصة الشريحة الطلابية أن يتناولوه، وهو يعني مهم جدا كيف أن تستعمل المصاد لتقسيم السودان وكذلك مناطق أخرى في العالم العربي، تفكيك وتكسير الدول المقاومة للكيان الصهيوني. نعم واضح جدا. ربما أيضا ككلمة أخيرة ربما وللختام، بما أنكم تحدثتم عن الكيان الصهيوني، اليوم الكيان الصهيوني أصبح متواجد على الحدود الغربية بعد التطبيع مع المملكة، في رأيكم اليوم أيضا يعني مستوى اليقظة والحرص لازم يكون عالي جدا من أجل تفادي أي سيناريوهات؟ نعم أخي الكريم، يعني أعتقد أنك يعني النظام المغربي وللأسف استضاف ويستضيف الكيان الصهيوني منذ ظهور هذا الكيان، وهو كان يعني تحت غطاء يعني بخبث شديد جدا، لم يظهر إلا مؤخرا بعملية التطبيع. لكن لا ننسى أن العدد الجالية المغربية في الكيان التي يعني هي صهيونية تأتي في الدرجة الثانية بعد يعني الجالية الروسية، كذلك يعني من ضمن الحكام أو منظم الدولة الصهيونية هنالك 10 من الرؤساء، وكذلك رؤساء يعني أركان الجيش الصهيوني في إسرائيل. فبالتالي وجود هذا الكيان واستضافته من نظام المخزن وباستقوائه أو ارتكازه للاستقواء به على الجزائر على حدودنا، لا ننسى يعني قاعدة جرادة التي شيدت
على حوالي 28 كيلومتر على الحدود الجزائرية، هي أحد الإشارات أو المؤشرات التي تجعل من النظام المغربي أنه يحاول، وكذلك حتى المناورات التي تجرى على الأسف وللأسف على الأراضي الصحراوية باستضافة الكيان الصهيوني، هي محاولات ل يعني ضرب يعني القوة استقرار الجزائر. الخبير الأمني عمر بن جانا، شكرا جزيلا الشكر على هذه المداخلة. مشاهدينا الأكارم، فاصل إشهاري ولا نعود.